خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع محمد السباعي. الحلقة ديال اليوم غتكون حلقة مميزة حول أحد أبطال المملكة المغربية قاهر الكراغلية، فبعد بوريطة عمر هلال اليوم ينضاف إلى القائمة البطل المغوار فوزي لقجع. فوزي لقجع اللي أصبح داخل الجزائر المنبوذ رقم واحد، رغم تخطيطاته، رغم أقواله، رغم دفاعه عن الكرة الإفريقية، أصبح هذا الشخص في نظر الجزائريين خائنا من الدرجة الأولى. وسبق درنا جوج حلقات عليه وذكرنا الانتصارات الدبلوماسية اللي جابها لنا فوزي القجع من داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، واللي بغى يرجع الحلقات ها هما، وذكرنا بالتفصيل علاش هاد الكراغلية ما بقاوش كيحملوه. اليوم بعد انقضاء أكثر من أسبوع تقريبا أو أسبوع على بداية الكأس القارية، كل شيء بدا كيرجع على كلام فوزي القجع، إلا جيراننا الليوك بالرغم من دك الحويجات كلها اللي جرات لهم، فما بغاوش يعني يهبطوا كوارهم ويعترفوا حقا بأن فوزي القجع كان على حق في كل ما قاله من قبل. كأس إفريقيا كارثية بأخطاء فادحة جدا، يقول المراقبون بأنها أفشل نسخة ديال كأس إفريقيا في 30 سنة الأخيرة. كأس إفريقيا عمرة بأخطاء، عمرة بالهفوات، وكل شيء اعترف بها إلا الكراغلية كما قلنا. فوزي القجع لليوم التوانسة صرحوا علانية أنهم يحسدون المغرب، يعني أو يغبطون، هما هذاك الحسد اللي قالوها بطريقة إيجابية، يحسدون المغرب على هذا السيد. تفاصيل كلها بالفيديو والأدلة والصور كما كنقولوا دائما تجدونها في هذه الحلقة، تبعونا من الأول حتى الأخر. يلا مشينا. همة شريفة الدفاع. اللهم كثر أستاذنا. مسيرة بنساء ورجال. مع محمد السباحي. أولا قبل ما نبدأ موضوع هذه الحلقة، كنشكركم بزاف على لي ميساج ديالكم، على الرسائل ديالكم، على التشجيعات ديالكم والاقتراحات ديالكم والملاحظات ديالكم. كنقول لكم بأننا لازلنا يعني نتوصل برسائلكم على الواتساب وكذلك الانستغرام. دخلوا عندنا هنا لداكشي يعني الاقتراحات ديالكم اللي بغيتوا، المواضيع اللي بغيتونا نتحدثوا عليها، مرحبا والف مرحبا، راه كنجاوبكم كلكم. هاني للمنتخب المغربي الانتصار الثاني في الكأس الإفريقية، وهذا جاء من التحضيرات الاحترافية لهذا المنتخب. المنتخب اليوم إلا ما ربحش هذه الكأس إفريقية فالخطأ من اللعابة ومن المدرب، لأن الجامعة الملكية وفرت جميع وسائل الراحة لدرجة أن المنتخب والدول الأخرى كلهم كيقولوا تحضير احترافي خيالي للمغرب في هذه الكأس إفريقية. إذن اللومة على اللعابة وعلى المنتخب إلا ما جتوش لنا هذا الكأس. هذه النسخة الإفريقية اللي قبل ما تبدأ لقجع وأبو ريدا بوحدهم في إفريقيا كلها قالوا خاصنا نطريشوا شوية وتأجل يعني الواحد المدة، أولا بسبب تفشي فيروس كورونا، ثانيا التحضيرات للكاميرون مازال ما محضراش راسها مزيان، ولكن الهجوم جاء لها، جعل الجوج جعل القجع ولا على أبو ريدا، انتما خوانا، انتما تابعين الفيفا، انتما كتبيعوا تشروا مع الأندية الأوروبية، انتما القجع قال لهم صافي الله يسخر بيتو تبداو يلا نبداو، وبداو وياريتهم ما بداو، لدرجة أن الجزائريين كذلك تهجموا وسخروا وسائل الإعلام ديولها كلها ضد القجع، وبداو عليه بالتخوين وبالكلام النابي وبالسب وبشي كلام يعني ما خاصوش يذكر في وسائل الإعلام، خصوصا الإعلام المرئي التلفزيون اللي كيدخلوا المنازل اليوم. نشوفوا
اشنو بالضبط كان كيقول الاعلام الجزائري على القجاع؟ سمعوا معنا. المغرب ومصر عملوا كل ما في وسعهم من اجل تاجيل كاس بلغيا فقط لانه الجزائر توجد في كاس العرب. الان ما تخلص تلغي هذا الشيء، يعني هذا واقع. خوفا من الجزائر. ربما شوف ليس خوفا من الجزائر لانه لقجع وابو ريده كان تمام الادراك، لو توجد الجزائر هذه المره مش راح يبقى لهم وجود في الاعلام الجزائري اللي كاين عايش في واحد في واحد في واحد في واحد العالم بوحده لدرجه ان وصلت فيهم لعظمه الانا وعظمه الكره، وحنا لدرجه انهم بداو كيضربوا في خوتهم العرب، بداو كيسبوا في خوتهم العرب داخل البلاطوات ويتبادلون الضحكات والقهقهات. نشوف واحد البلاطو اللي صراحه انا ما عجبنيش بزاف الطريقه باش تكلموا خصوصا على المغرب وعلى على تونس وكذلك على على مصر. لهالدرجه وصل بهم يعني واحد جنون العظمه، واحد جنون العظمه على الجزائريين. الله لا اله الا الله. يعني كما قال بوتفليقه واحد المره، الزلط والتفرعين. شوفوا الفيديو ديال هذا البلاطو. كاين حاجه مليحه في كاس العرب هو انه دو زون دو تيتر في واحد كاس العرب وكاس وابطال شمال افريقيا. نعم، لان كنا مع المنتخب المصري اللي ربحونا بليكارت جون. ربحونا بليكارت جون. هذه قارش يقولها. ربحونا بليكارت جون ومن بعد مع جرس السوء كما قال خويا. مع جرس السوء يعني مصطلح هكا راه بعيد هذا المصطلح كندير حاله به. يعني ومن بعد مع الشقيقه الصغرى اللي فرمت لنا اللي جوار كثر خيرهم تونس. حتى شي واحد ما قدرش يقول لي اللهم ان هذا منكر ولا ما تقولش هذا الكلام حشومه. كلشي بداو كيضحك باش تعرفوا بانهم مسبيين بمغرفه وحده تونس الصغرى. راه واخا يبان لكم هذا الحب وهذه وهذه ما بين تونس والجزائر، ولكن فاش كيوصلوا على الصح كتلقى الجزائر كضرب في تونس. تونس الصغرى، الاخت الصغرى، هذه الصغرى احتقار. ومصر كارت ربحونا بالكارت جون، والمغرب جارت السوء قال لك هذا مصطلح عالمي. نمشيو للكوارث ديال هذه النسخه الافريقيه اللي اشاد المراقبون بانها يعني تورنوا صغيره ديال رمضان ما يوقعوش في هذه المشاكل. الحكم ديال المقابله، نبداو باول حاجه ان تصوروا ان الملاعب يعني كاين ملعب غادي يستضيف غدا ماتش وباقين فيه الاصلاحات، اصلاحات في التريبين، اصلاحات في الصباغه، اصلاحات في مجموعه ديال الحوايجات. النشيد الموريتاني كيتعاود ثلاثه المرات وكل مره يخطئون في هذا النشيد لدرجه ان اللاعبين مساكن استاءوا وحسوا بواحد الحقره الاخوان ديالنا في موريتانيا. استبدال الكره ثلاثه مرات في اللقاء ديال مصر ونيجيريا بسبب الوزن الزائد ديالها، وهذه ما كتوقعش في مقابله في بطوله صغيره في افريقيا، دون ان نتكلم عن الهفوات الامنيه واللائم الموجود، يعني اللائم اللي ما كاينش في الكاميرون. اطلاق النار ثلاثه المرات في مدينه بويا مما ادى الى الغاء حصص التدريبية للمجموعة السادسة داخل الكاف خصوصا تونس ومالي، دون أن نتكلم عن الكريساج اللي كيتعرض لها اللي كيتعرضوا ليه الجماهير والجزائريين. الجزائريين اللي اليوم الكاميرون جوج صحفيين ديالها نزلوا من اللوطيل مشاو بغاو يتعشاو تكريساو بالسلاح الأبيض. إضافة إلى بونو ملي جا بيتكلم في الندوة الصحفية قالوا لي تكلم بالفرنسية ولا الإنجليزية، قال لهم لا نتكلم باللغة ديالي العربية، قال لي لا راه ما جناش مترجم، قال لهم هذيك مشكلة ديالكم. هنا كيبانوا الهفوات والكوارث. نتكلموا كذلك على الفضيحة ديال مقابلة غانا والكابون ديال البارح اللي بدات فيها الملاكمة، يعني بعد الماتش تحول اللقاء إلى حلبة مكالمة وهذا يضر بصورة إفريقيا. المنتخب المغربي فحش كان كيتصور في المقابله ديال غانا، يعني في البريزونطاسيون ديال اللعابه كنشوف واحد الشخص عجيب داخل وتا هو كيدير معاهم النشيد الوطني وشاد في قلبه كانه مغربي كما كتشوفوا في الصور، صور عجيبه لن تجدها في افريقيا. اما التامه والفضيحه الكبرى وهو ان منتخب الجزائر عاد من التدريب في الميكروباص، حطهم الكار باش يلعبوا باش يدربوا، فاش بغاو يرجعوا للوطيل ما لقاو فاش يرجعوا للوطيل وعيطوا لهم على الميكرو باصات.
وسبحان الله العظيم الزلات كيجيو غير هذا المنتخب الجزائري. نشوفوا بعدا التصريح كيفاش ضحك عليهم وتنمر عليهم ميدو النجم المصري السابق. شوف الفيديو. منتخب الجزائر راح التمرين في الميكروباص. راحوا خرجوا من التمرين ما لقوش الاوتوبيس فراحوا الميكروباص. رياض محرز شغال من نادي. رمسيس 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 دوران شبرا يعني بص سابع 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 اهو محرز اهو بينادي اهو بيلم الاجره. الاجره ورا يا اسطى الاجره ها؟ تخيلوا يا جماعه تخيلوا بطوله قاريه يحصل فيها الكلام ده واحنا عمالين نحارب. بصوا المنظر ده على فكره احنا شفنا الكلام ده في افريقيا يعني شفناه قبل يعني كتير في حاجات كتيره. لكن احنا النهارده يعني دوله بحجم الكاميرون ازاي ان الكلام ده يحصل؟ سواء الاتوبيس راح فين؟ انا نفسي اعرف. فرقه بتتمرن هو عنده شغلانه واحده يعملها بس ان هو هيودي فرقه التمرين واستناهم يرجعهم. سواء الاتوبيس ده بقى الاتوبيس مكتوب عليه الجزائر يعني ما ينفعش ينقل لا فرقه ثانيه ولا يروح مشوار ثاني ولا يعمل اي حاجه. سواء الاتوبيس بالاتوبيس راحوا فين؟ عشان الناس منتخب الجزائر يخرج يلاقي ان مفيش. العالم كله كيقول بانها دوره يعني فاشله جدا الا الجزائر. نمشيو نشوفوا كذلك واحد الطامه والخطا كبير جدا اللي هو الحكم ديال مقابله تونس ومالي. الحكم في الدقيقه 85 كيقول لهم صافي نهايه المقابله. كينوض الصداع كيجي كيقول لهم يلا نلعبوا. في الدقيقه 89 كيقول لهم حبس راه ما كملتيش 90 دقيقه الحكم. هنا كيخرجوا الفراقي كيعاودوا من بعد واحد نصف ساعه كيعيطوا للمنتخب المالي كيرجع. تونس ما بغاتش ترجع. هنا كل شيء اجمع ان تونس ارتكبت خطا كبير جدا برفضها للرجوع وكان هذا سيكلفها الخروج من البطوله القاريه حسب القوانين. ولكن لقجع لقجع المغربي وقف وقفه رجل مع التوانسه. التوانسه اللي طعنونا في دارنا البارح في القاره الاممي 26-0 من اجل الصحراء المغربيه. اليوم المغرب كيوقف وقفة ترجل وخصوصا القجع مع تونس لدرجة أن التوانسة ومجموعة من الصحفيين التوانسة واحد صحفي معروف في تونس سميتو الراشدي محلل معروف قال لهم كنحسد المغاربة على هذا الشخص كنحسد المغاربة على القجع هذا بطل ديال بصح. نشوف واحد المقال ديال الراشدي كيفاش تكلم كيفاش تكلم على القجع. مقال كاين سيدي في 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 جريده كاين في راديو مارس. اعلامي تونسي كما تشوفوا نحسدكم على فوز القجع اللي لعب دور كبير في بقاء تونس ببطوله الكان. كشف الاعلامي التونسي هيثم الراشدي عن دور فوز القجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وعضو المكتب التنفيذي للكونفدراليه الافريقيه في الاجتماع الذي عقد يوم امس الذي عقد يوم امس من اجل مناقشه ملف مباراه تونس ومالي. كنمشيو للصفحه الاخرى الفقره الثالثه. قال واوضح كتونسيون حسدناكم على فوز القجع لأن تونس ما فماش لقجع لأن هذا الرجل لو وقع للمنتخب المغربي ما وقع لتونس لدافع على حقوق منتخب بلادي. تصوروا أن القجع قال لهم إلى قصيتوا تونس من الكاف من الكأس الإفريقية لأنه ما رجعش في المقابلة احنا سننسحب من البطولة كمغرب. واش كاين شي رجل اكثر من هذا الرجله؟ والجزائريون ما تكلموش. الجزائريون ما دافعوش على تونس كاع ديك البلا بلا وديك الهرطقات الاعلاميه اللي كيديروا على تونس وخاوه وحنا تونس ملي جا وقت الصح تخلاو عليهم. المصدر سيدي غادي نجيبوا لكم من العربي الجديد صحيفه العربي الجديد. قالت خفايا اجتماع الكاف هذه الدول العربية التي دعمت تونس. نجيو الفقرة الثانية كيقولوا وحصل العربي الجديد على تفاصيل مثيرة حول الاجتماع الذي انعقد عبر تقنية الزوم واستغرق أكثر من ساعتين إذ كشف مصدر خاص أن موقف تونس شهد دعما كبيرا من أعضاء المكتب التنفيذي العرب المغربي فوز القجع والليبي عبد الحكيم الشملاني والمصري هاني أبو ريدة.
فوزي القجع وابو ريدو اللي قلتو خوانا وكذا هما طلعوا رجاله ديال بصح. تحيه لمصر وتحيه لاخواتنا المصريين اللي صراحه كيشجعوا المغرب بواحد الطريقه مهمه مهمه جدا في هذه البطوله. نجيو لردة الفعل ديال الاعلام الجزائري على هاد الحويجات كلها، على هاد الاخطاء الكارثيه في التنظيم ديال الكاف. واش هاد الناس غادي يرجعوا في كلامهم يقولوا فعلا القجاع عنده الصح، والقجاع يعني قال واحد يعني تنبأ ب يعني بحويجات كانت غتوقع ووقعت، يعني هاد السيد عنده واحد النظره استشرافيه؟ لا كلام من هذا نهائيا، بل ظلوا متشبتين برأيهم فقط ضدا في القجع، رغم ما حصل لهم، رغم الكريساج اللي تعرضوا ليه الجماهير ديالهم، رغم الاخطاء التنظيميه اللي تعرض ليها المنتخب ديالهم وطلع الميكروباص في فضيحه عالميه، كل شيء هاد الحويجات قال لك لا التنظيم زوين، الكاميرون زوينه، ضدا في القجع فقط، ضدا في القجع. شوفوا معنا الفيديو. شكرا جزيلا لك عادل زكري. إذن عادل، سفير الجزائر اليوم محي بوميديا بالكاميرون أطلق تصريحات مثيرة للجدل، كشف بأن فيه أطراف تريد استغلال قضية اعتداء بعض الكاميرونيين على بعض الصحفيين الجزائريين، وذلك من أجل ضرب الكاميرون، يعني ضرب هذا التنظيم الذي تنظيم كأس إفريقيا للأمم بالكاميرون، والإعطاء يعني صورة مغايرة وسيئة عن تنظيم كأس إفريقيا للأمم. وأنت تعلم أيضا أنه فيه أطراف أيضا أرادت سحب ثقة من الكاميرون بإعازات طبعا من داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. شفتوا الخطاب المسموم؟ رغم هذه الأخطاء كلها قال لك كاينين أطراف بغاو يضربوا في تنظيم الكاميرون للي الكاف، رغم أن الاعتداء قال لك هما لا دورة ناجحة دورة مزيانة. هذا الشيء كله ضدا في القجع. هذا الصحفي اللي سميتو ابتسام، ايه سميتو ابتسام ما تيقتنيش، ايوا شوف شوف واحد شوف واحد الصحفي صاحبه هو اللي عيط ليه ابتسام. شوف لا فيديو، شوف. تفضل محمد. بالفعل مساء الخير لك ابتسام ولمشاهدينا ومتابعي قناتنا. انا الان ليس تعب واكيد الرطوبه. قال ليه ابتسام واخا حتى هذا الكورغولي هذا اللي كاين في الكاميرون حتى هو دار واحد الميكرو وبدا كيتكلم على المؤامره، نفس يعني نفس الخطاب بيوصلوه بان هذا الشيء اللي واقع في الكاميرون كله مؤامره، كله ضدا من اجل الاطاحه ب يعني بالكاس الافريقيه وبكذا. شوفوا مزيان معنا واحد 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 الكلام حتى هو قالوا. اسمع، بعض الحركات المشروعه والغير طبيعيه من بعض اللاعبين تحاول ضرب استقرار على الكاميرون والمنافسه والكاس الافريقي تريد ان تكسبها على كل النتيجه في حسب بانها لا تريد الخير للجميع اكيد. الكاميرون والتشويش على المنتخب حتى يشوشون على جمال الماضي ويستغلون هذه الامور البسيطه الكافيه جدا لاجل ربما ابعادهم عن التركيز عن ما يحدث في المباريات والمواجهات المقبله. سمعتوا كيفاش كيخربق كيدخل ان المغرب، هو ما نطقش بالمغرب ولكن كلشي فاهم بان المغرب بغى يشوش على التنظيم ديال الكاميرون، يعني المغرب هو اللي حبس المقابله ديال تونس ومالي في الدقيقه 85، المغرب هو اللي جاب الميكروباص للمنتخب الجزائري عوض الحافله، المغرب هو اللي كريسا هذوك الناس، يعني هما هادشي كلشي وعجبهم هادشي كلشي، ورا الكاميرون منظمه كاس افريقيا مزيان، باش تعرفوا الحماق ديال هاد الناس فقط من اجل انهم يكسبوا الود ديال الكاميرون. هادشي كون وقع في شي دوله اخرى غادي تلقى الاعلام الجزائري كله كيسب وكيعير في هذيك الدوله، ولكن حنت القجع قال لهم اتونسيون هادشي راه ممكن يوقع، وفاش وضحكوا عليه ما قدروش يرجعوا في كلامهم. اليوم كيقولوا بان المغرب كذلك يقود مؤامره ضد المنتخب الجزائري والله اعلم. شوف هذا الفيديو ديال الكراغله فين وصل بهم الحماق والهبال. لا اسمح لي فقط على يعني ممكن نفتحوا باب المؤامره، نتذكروا في 2014 ومونديال البرازيل تالق تاع المنتخب الوطني، كاس افريقيا 2015 كانت في المغرب، تحجوا هذاك الوقت لانه كل المعطيات كانت ترشح الجزائر للتتويج بكاس افريقيا، وشفنا كيفاش تحجوا ما حبوش ينضموا كاس افريقيا فقط حتى لا يفوز المنتخب الجزائري باعلى ارض. نتمكن على المسؤول الكره المغربيه هذا لقجع، مادام هو في الكره مازالوا في الكره المغربيه راهو داير لوتوب ولوتوب الاطاحه بالفريق الوطني في عهده هذه تاعو، راهو داير كل شيء باش يطيح المنتخب. هذا الكراغليه هذا
حمامي قد الهبل راه لا اله الا الله. ناس وصل بهم الغباء الى ما وصل. ما لحد الان انا ما شفت شي دوله بحال هاد المحللين ديال هاد الدوله. ما شفت شي شعب بحال هاد الشعب. كاينين استثناءات من بعض الاخوان اللي هما عقلاء، ولكن كاينه واحد النسبه كبيره ديال الكراغله، كميه الحقد تجاه المغرب وتصريف، يعني تصريف المؤامره الى المغرب، تصريف المشاكل الى المغرب. من اليوم بداو كيقولوا بان المغرب يشوش على بالماضي. في حاله مائده المنتخب الجزائري يعني خرج مبكرا من المنافسات، غادي يقولوا المغرب، وكونوا اكيدين وعقلوا على هذا الكلام اللي قلت لكم دابا. غدا ولا بعد غدا غادي يقول لك المغرب هو السبب في خروج الجزائر. هما راه فاتحين مشكل مع المغرب باش يصرفوا فيه جميع المشاكل ديالهم. دايرين بحال واحد العلاقه مثلا عندك في الشومبر كتعلق عليها لي فيست ديالك والمسائل ديالك، هما حاطين المغرب خالقين معاه المشكل لهذا السبب. الزيت ما كاش راه تم تهريبه الى المغرب. الحرائق في الجزائر راه المغرب هو اللي شعلها. المنتخب الجزائري الى تقصى غدا ولا بعد غدا في هذه الكاس الافريقيه بسبب تشويش ديال القجع. القجع اللي عنده واحد النظره استشرافيه. المغرب المغرب راه عندها سيستيم، دوله عندها خبراء امنيين قدهم قداش. العالم كله كيرجع للمغرب في مجموعه من القضايا الامنيه. المغرب راه عرف اشنو غادي يوقع في الكاميرون، وعارف اش واقع في الكاميرون. لهذا المغرب استشرف المستقبل ودا معاه امنيين بريفي ديالو، دا معاه الطباخه ديالو، دا معاه 5 طون ديال اللوجيستيك والاكل ديالو، لانه عارف ما غاديش يعتمد على الدوله ديال الكاميرون. عارف بان الكاميرون غادي يكون عندها يعني تنظيم فاشل، وهذا ما حصل بالفعل. تحيه لجنودنا المرابطين اليوم في الحدود المغربيه، تحيه لكم جميع، وتحيه لفوزي القجع ومن امثاله بوريطه وعمر هلال. عاشت المملكه المغربيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.